إنه ليس بين الله وبين أحد هوادة. الهوادة في اللغة تأتي بمعنى الرخصة، وتأتي بمعنى السكون، وتأتي بمعنى المحاباة. تقول: اقتل هذا عدو الله بلا هوادة، كما قال عمر لما جاء سهيل بن عمرو وجاء ابنه رضي الله عنه مسلسل، هرب وقذف نفسه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا معشر المسلمين، هرب، كان محبوسا عند والده وأبوه يعذبه على الإسلام، سهيل بن عمرو رضي الله عن سهيل لأنه أسلم بعد ذلك. فقال عمر: فصرت أقرب إليه سيفي لعله يأخذ سيفي ويضرب به عنق والده بلا هوادة. هذا المعنى. ما منعك أن تقتله؟ قال: وقد ظن بأبي، يعني بخل، وقد أسلم سهيل بن عمرو وكان له قدم صدق في الإسلام خصوصا في حروب الردة رضي الله عنه. ليس بين أحد وبين الله هوادة، يعني محاباة. لا يحابيك الله، لا تقولن أنا ابن فلان وأنا منظري أحسن من منظر غيري، وأنا دابتي أفضل من دابة غيري، وأنا أركب السيارة في هذه الشوارع التي هي شوارع مسلمين في الأغلب، ولأن سيارتي حديثة أريد أن أقفز عن من أمامي. شياطين يركبون البي أم التي لا يركبها إلا من لا مروءة له إلا أن يتقي الله عز وجل. وقد ركب عمر بن الخطاب البرذون، والبرذون هذا هو نوع من أنواع الخيول الذي يختال، يعني يرقص إذا ركبته. فقال عمر: أنزلوني عن هذا الشيطان، كاد أن يذهب بنفسي. ويقول لك صاحب البئام: لست بمتكبر، ويريد أن يقفز عنك ويسير بأسرع سرعة. ولا خلاق له عند الله ولا مروة إلا أن يتقي الله، وقليل ما هم. ليس بينه وبين أحد هوادة. ومن أراد لحب الجنة، اللحب في اللغة هو الطريق الواضح الواسع. من أراد لحب الجنة، طريق الجنة الواضح، ليس فيه قولان ولا خلاف فيه بين العلماء، فعليه بالجماعة. ما هي الجماعة؟ هذه جماعة: الصلاة في المسجد جماعة، مشاركة الناس في أفراحهم وأتراحهم جماعة، مشاركة الناس في جنائزهم جماعة، مشاركة الناس في أعراسهم جماعة. طريق الجنة الواضح. قال: فإن الشيطان مع الواحد. إذا كنت تختار أن تكون واحداً تنجو فقط بطريق واحدة. إذا قلت له: أريد أن أعتزل الناس، وبعض الناس، وقد رأيت من هؤلاء الشياطين من الناس الذين يقولون: لا نحب أن نسكن بين المسلمين. وطبعا بين المسلمين يعني قريب من المساجد. لماذا؟ قال: يعني المسلمون بعضهم أخلاقهم سيئة، وهذا حقيقة. لكن أين يختار أن يسكن؟ يسكن بين قوم لا يوجد بينهم موحد، ولا يوجد بينهم مسجد، ثم ينطبع بعد ذلك بطباعهم، والله أعلم على أي شيء يموت. فإن الشيطان مع الواحد. لك حل واحد إذا أردت أن تكون وحيداً، وهو أن تسكن في الجبال مع الغنم والإبل والحمير، وأن تعتزل خلق الله. أما أن تعيش في قلب أوروبا وتقول: أريد أن أعتزل الناس، فأنت معتزل للناس مع الشيطان طبعاً، أكيد. هذا لا غبار عليه. أنت معتزل، لكن معتزل مع الشيطان الرجيم، لأنك لست صاحب إبل ولا صاحب غنم، ولا تعتزل الناس في الجبال تعبد الله وتكف شرك وخيرك عن الناس. لا تستطيع أن تفعل هذا في أوروبا، لا تستطيع. فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، يعني كل ما زاد العدد كلما كان الشيطان أبعد.
ولا يخلون رجل بامرأة.